المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم، ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم فقال: وقال الذين كفروا لرسلهم متوعدين لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وهذا أبلغ ما يكون من الرد، وليس بعد هذا فيهم مطمع، لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى، بل توعدوهم بالإخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم، وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها، وهذا من أعظم الظلم، فإن الله أخرج عباده إلى الأرض وأمرهم بعبادته، وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته، فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة، ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا له ولم يحل له. فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم، فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟ هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين بأنواع العقوبات، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء لمن خاف مقامي عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه. وخاف وعيد، أي ما توعدت به من عصاني، فأوجب له ذلك الانكفاف عما يكرهه الله والمبادرة إلى ما يحبه الله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا أي الكفار، أي هم الذين طلبوا واستعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه، فجاءهم ما استفتحوا به، وإلا فالله حليم لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. وخاب كل جبار عنيد، أي خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم. ويسقى من صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، من ورائه جهنم، أي جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد، فلا بد له من ورودها فيذاق حينئذ العذاب الشديد. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، في لونه وطعمه ورائحته الخبيثة وهو في غاية الحرارة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعه من العطش الشديد ولا يكاد يسيغه، فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه، وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من الأمعاء. ويأتيه الموت من كل مكان، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب، وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت، ولكن الله قضى أن لا يموتوا، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها. ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه أي الجبار العنيد عذاب غليظ، أي قوي شديد لا يعلم وصفه وشدته إلا الله تعالى.
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها، إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق الأشياء وأخفها، إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب فإنه لا يبقي منه شيئا ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحل، فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا على مثقال ذرة منه، لأنه مبني على الكفر والتكذيب. ذلك هو الضلال البعيد، حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق، فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائد إليهم، ولن يضر الله ورسله وجنده وما معهم من الحق شيئا. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ينبه تعالى عباده بأنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال، وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما قادر على أن يعيدهم خلقا جديدا ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم، وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك. ولهذا قال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يحتمل أن المعنى إن يشأ يذهبكم ويأتي بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم، ويحتمل أن المراد أنه إن يشأ يفنيكم ثم يعيدكم بالبعث خلقا جديدا، ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة. وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع، بل هو سهل عليه جدا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا أي الخلائق لله جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم فيقفون في أرض مستوية قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية، فإذا برزوا صاروا يتحاجون وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أنى لهم ذلك. فيقول الضعفاء أي التابعون والمقلدون للذين استكبروا وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال، إنا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموه لنا فأغويتمونا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو مثقال ذرة قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قالوا أي المتبوعون والرؤساء أغويناكم كما غوينا، ولو هدانا الله لهديناكم، فلا يغني أحد أحدا، سواء علينا أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه ما لنا من محيص، أي من ملجأ نلجأ إليه ولا مهرب لنا من عذاب الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أي وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم مخاطبا لأهل النار ومتبرئا منهم لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوه،
فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم، ووعدتكم الخير فأخلفتكم، أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأمان الباطلة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة على تأييد قولي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي هذا نهاية ما عندي، أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها، وما أنتم بمصرخي، كل له قسط من العذاب. إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله، فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي. إن الظالمين لهم عذاب أليم، إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا. وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان، وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيها، وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم، ولا ينبئك مثل خبير. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم له من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه، يؤزهم إلى المعاصي أزا، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي قاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا، جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها بإذن ربهم، أي لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته، تحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفروعها كشجرة طيبة وهي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع دائما، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما، يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينفع غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه،
فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه، فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها، اجتثت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار، أي من ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع، فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح، ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه.